الإمارات أبسط مثال، الطفل الذي لم يعايش زايد فترة زايد وقت زايد ما زال أول ما تطلع صورة الشيخ زايد يقول بابا زايد. أنا أعتقد هذه رسالة أن الشيخ زايد كان يعامل الشعب ليس كشعب مثل بقية هو، ولكن أبناء. والدليل أن حتى الآن نحن يمكن الدولة الوحيدة اللي يقول نحن عيال زايد، نفتخر ما نقول الإمارات، نحن نقول عيال زايد.